هنا غادي نبدا الخيطه ديالي. من الاحسن يكون الدوبلور هو اللي من الفوق لحسب كيبقى يتجمع لنا في السنان ديال الماكينه، نديرو هو من الجهه الفوقانيه وهذا نديروه من التحت. غنخلي هنا واحد سنتيم ولا جوج هنا في الدوبلور باش ندير له السورجي وندير له لوغلي. نخلي واحد جوج سنتيم كما شفتو هنا من الوجه يجينا على هذا الشكل. هذا من كنقلبوه صافي هذا كيتسمى هذا هو الخلف. هذه هي السجفه ديال الخلف كتجي على هذا الشكل، تجي فيني هذاك الشيء كله كيجي لداخل. هذو الكمام راه عندي مونطين غنمونطيهم دابا مع المونطو. كما شفتو هنايا هذه هي السجفه ديال هذا هما داك التبطين ديالنا، لصقنا معاه الدوبلور كيجي على هذا الشكل. هذا صافي بقى لي هنايا ندير السورجي لهذا، ندير السورجي للمونطو ديالي باش ندير له لوغلي من التحت وندوز باش باش نلصق الكمام ديال هذا الدوبلور مع الكمام ديال المونطو. كندير لهم هكا كنقلب هذا المونطو صافي. غنجيب لكم ديال المونطو هكا، هذا ديال الدوبلور وهذا ديال المونطو، هادو هما الكمام ديالنا بجوج على هاد الشكل. هذا هانتي وهذا ها هو، راهم بجوجهم مقلوبين على الكفة ديالهم. وكنجي لهم هكا من هنا هذا هو الوجه وهذا الوجه. كندير هاد الوجه ديال الدوبلور عند الوجه ديال المونطو ونشد بالبانكه هنايا. صافي على هذا الشكل ندور هكا بالبانكات الا بغيتو ديروهم باش يساعدوكم في الخياطه على الطريقه هذه. صافي وندوز الخياطه ديالي من هنايا، نبدا من هنايا فين عندي الخياطه هنايا وندور معكم كامل. تشد سنتيم ديال الخياطه وهاد الدوبلور هذا راني حاطه لكم في الفصاله كيفاش الطريقه في واحد المونطويات وحدين اخرين كيكون ناقص على هاد الكم هذا بالعبار ديال كيكون ناقص 3 سنتيم باش ملي كنخيطوه من هنايا وكندخلوه ما كيجيش الدوبلور كيبقى يخرج لنا ملي كنجيو نلبسوه. هنا غادي نبدا كما قلت لكم من هنا من الخياطه وغادي ندوز بالخياطه ديالي. نشد سنتيم انا خيطته هنايا كما كتشوفوا، شديت سنتيم ديالي ديال الخياطه. هنا غادي نجي للكتاف، هذا هو مال الكتاف، هذا الكتف ديال المونطو وهذا ديال الدوبلور. غادي نجي ونخيط واحد 4 سنتيم الكتف مع الكتف باش ما يبقاش باش يثبت لي الكم مع هذا مع الكم. كما كتشوفوا معايا
هذا الكسف ديال المونطو هو هذا، وهذا ديال الدبلور. كنجي هكا هاد الخياطه هادي ديال هنا ديال هاد الدبلور كنحطها على الخياطه ديال الكم، كندوز كنثبت واحد 4 سنتيم هكايا. كما شفتوا راه كنشد غير داك السنتيمات اللي خارجين اللي على الخياطه، ما كندخلش لداخل الخياطه. هانتي شتي الخياطه فين هي، ها هي كندخلش هنا لداخل، كنخيط غير داك السنتيم اللي بقى لي هنايا ديال الخياط. وندير الكسف الثاني نفس الطريقه، وديك الساعه غنقلبو. صافي هذا الكتف الثاني كما كتشوفوا شديته هنايا. صافي دابا غادي نقلبوه، نقلبوه من التحت منين عندي محلول. شوف تقيل هاد النار طيح لي الكتاف ديالي، مع الماكينة كتجيني معدبة مع التصوير، كنبغي نصور لكم زعما كلشي. كما شتو هكا كيجي كيدخلنا واحد جوج سنتيم ونص ولا ثلاثة ديال السنتيم، داكشي اللي كنتو مخليين ديال الخياطة كيجي على هاد الشكل. هنايا مكيجيش الدوبلور خارج حتى لهنا، كيجي لداخل باش منين يتلبس ما يجيناش خارج هنا. صافي هنا راه قدينا كما كتشوفوا انتي، راه كنجبدتو كنجبد الدوبلور من الداخل هكا، وما كيتجبدليش لبرا على حساب شاد لي هنايا في الكتف داك الخياطه اللي خيطنا هنايا في الكتف. صافي هنايا الا بغيتو كتخيطو هنايا بالماكينه في هاد البليصه هادي، لا بغيتو تزيدو كاع تثبتوه تشدوه بالابره والخيط وتثبتوه من هنايا فهاد البليصات هادو. ها راه غندير لوغلي المونطو، راه دوزتلو السورجي هنا في الدوبلور، دوزتلو السورجي هنايا. وهاد الخياطه اللي عندنا هنا ديال الكوطي ديال الجناب حتى هما دوزتلهم السورجي باش ما يبقاش هاد العيب هذا اللي غيبقى لي معري هنا 13 ديال السنتيم، ما تبقاش باينه، ما يبقاش باين التنسيف هنايا في هاد الخياطه ديال هاد الجنب وديال هاد الجنب جوج. دوزت لهم السورج. صافي دابا غادي نجي نعبرج لوغلي ديالي، غندير 3 سنتيم. كنجيب هاد التبطين ديالي هكا كما كتشوفوا معايا، هذا هو التبطين ديالي، كنجي كنقلبو هكا على الكفه، كنعلم واحد 3 سنتيم داكشي اللي ما 4 ولا 3 اللي كنت مخليه في لوغلي كنعلمو. هنا انا غندير 4، غندير 4 سنتيم. كنعلم من هنا عاود 4 سنتيم. صافي غنبدا الخياطه ديالي من هاد البلاصه هادي ونحبس هنايا. كما شفتو هنايا انا دوزت الخياطه ديالي حبست هنايا فين علمت. دابا غادي نجي نقطع هاد الزوائد اللي عندي هنايا، غير اللي عندي في هاد القنيات. غنبدا من هنايا نخلي هنا واحد 3 سنتيم، ونبدا من هنا ونقطع هاد 4 سنتيم اللي عندي هنا. صافي نقطع هاد القنيات باش نقلبو. كما شفتو هكا كيجي من التحت كيجي فيني هنايا هادشي، هذا الا بقى لي هنا خارج كندخلو لداخل. صافي هكا لهاد الطريقه هادي، وكنهبط هنا بعبر الصباط هنايا غادي
نهبط من هنا ونطلع من ندور عليه كامل ونجي من هنايا ونطلع لهنايا نغرس ليبرا وندوز هنايا بلوغلي ديالي. نتوما تشوفوا معايا ندير الجهه الثانيه نفس الطريقه. هذه الجهه الثانيه صوبتها الجهه ديال اليمين. غنبدا من هنايا الخياطه ديالي وغندور على المونطو كامل بعبر الصباط. هنا راه وصلت لداك الدوره ديال الكول ديالي. كما شفتوا هذا الكول ديالي. هنايا غادي نغرس ليبره في القنيه ديالو وندور هنايا. صافي وغندور مع هذا الكول ديالي. دابا الجهه الثانيه هنا وصلت للتالي ديال الجهه الشمال. صافي وغندور دابا باش غندير لوغلي ديالي. غندور من هنايا كندوز من هنا عبر الصباط وكنطلع لهنايا فين وريتكم قبيله ونولي ندور باش ندير لوغلي ديالي. صافي غنطوي 4 سنتيم لي درت ديال لوغلي هكا نقادها. صافي هذا هو لوغلي ديالنا من التحت كما كتشوفوا. هاد البليصه هادي راه كتجينا فينيا على هاد الشكل هاد القنيه هذا كما كتشوفوا من الداخل. هذه هي الطريقه كتجي زوينه كيجي فيني. صافي هذا هنايا هاد الدوبلور بغيتي توليو ديروا له هنا سنتيم ديال لوغلي حتى هو بغيتو تخليوه غير هكا بالسورجي اللي بغيتو. هنا الكول هذا الكول مازال غادي ندوز له واحد الخياطه هنايا من الداخل. دابا دوزت له هنا عبر الصباط كما كتشوفوا هنايا راه درت معاه هكا ومشيت كامل درت مع المونطو عبر الصباط
دابا غنولي نطيحو هنايا بخياطة واحدة أخرى هنا لداخل، نبداه من هنايا من هاد البلاصة هادي ونمشي معاه. هذا هو المونطو ديالنا كما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل. هذا هو الكول ديالو. نتمنى تكون الطريقه جاتكم سهله، طبقوه راه ساهل هذا، يعني ما يحتاجش الباترون ويحتاج تعقيدات بزاف. كيجي على هذا الشكل مقلوب وكيجي مفيني كما كتشوفوا معايا من هنا، عاود من الظهر كيجي مفيني هنايا بهذا السجفه اللي درنا له هنايا وصافي. هنا الجويبات ديالنا، وهنا غادي ندير له واحد 3 ولا 4 ديال الصدايف في هاد البلاصه هنايا، كنخليو كنديروهم هنايا، كنهبطو هاد الكول كنخليوه هكا هنا، وغنديرو من هنا لتحت غنديروهم في داك 4 سنتيم اللي خلينا اللي قلت لكم ديال الصدايف ملي كنا كنفصلوه. نحطو وحده هنايا وحده هنا وحده هنا، شحال ما بغيتو ديرو، 3 4 شحال ما بغيتو، كيبقى هذاك اختيار ديال كل واحد. كيجي هكا متراكم ملي كتبغي تسديه بصديفات وبغيتي تلبسيه ويبقى محلول يبقى محلول، ديك الساعه الاختيار ديال كل وحده. نتمنى تكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، ما تنساوش تدعمونا بلايك وبالاشتراك وبالتعليقات ديالكم اللي كتشجعنا دائما. والسلام عليكم ورحمه الله.